396. هو على مبنى من يرى بأنه ما ورد في أصول الكافي أو ما ورد في الكافي فهو لا أقل، هناك ثقة أو وثاقة في الصدور. هو بعد عند ذلك يبحث عن السند أو لا يبحث عن السند، لا يحتاج إلى البحث عن السند. هسم لماذا أن هذه الدعوة جاءت؟ باعتبار إخواني الأعزاء جملة من الأعلام يعتقدون بأن أصول الكافي، أصول الكافي بالخصوص، لا كل الكافي، لا الفروع والروضة، أصول الكافي بالخصوص إنما كتبه الكليني على أساس أن كل حقيقة أشار إليها فيها مئات الروايات في ذلك الباب، إنما هو اكتفى ماذا؟ اكتفى بروايتين أو ثلاث أو خمس التي هي أوضح المضامين، ولذا لم يعتني بسند تلك الروايات. وواقعا هذه القضية أنا تتبعتها في الأعم الأغلب هي كذلك، في الأعم الأغلب هي كذلك، يعني أنه ينقل في باب روايتين أو ثلاث، عندما تنظر إلى السند تجد أن مقتضى القواعد السندية أن الروايات ماذا؟ ها؟ ضعيفة. ولكن عندما تتبعنا عنوان الباب في الأصول وفي كلمات القدماء وجدنا أنه لا أقل في الباب توجد 50 رواية، توجد 100 رواية، وفيها روايات أيضا ماذا؟ صحيحة السند في هذا المجال. ولعله أنا ذاكر هذا المثال الإخوة مرارا وتكرارا، كتاب وهذا الباب الذي يقول: ومن عنده علم الكتاب؟ قال: والله نحن الذين عندنا علم الكتاب. ففرج أصابعه ووضعه على صدره، قال: والله نحن الذين عندنا علم الكتاب. 5 روايات موجودة في أصول الكافي، وهذه الروايات الخمسة بحسب المباني الرجالية ما هي؟ ضعيفة السند. ولكن تتبعت هذا الباب فوجدت لا أقل توجد 65 رواية في هذا الباب، 15 رواية منها صحيحة أعلى يا إخواني الأعزاء. فإذا بنينا على أن نهج الكليني على هذا المستوى، هسه قد يقول لي قائل: سيدنا ماذا تقول لعد في الروايات التي فيها في مسألة تحريف ماذا؟ تحريف القرآن. الجواب نعم، باعتبار أنه أيضا توجد هناك روايات فهم منها الكليني أنها دالة على ماذا؟ على تحريف القرآن، مو أنه رواية وروايتين. ولذا جملة من أولئك الذين قالوا بالتحريف وعدوا مئات الروايات الدالة على ماذا؟ على تحريف القرآن. نعم، أعلام أعلام المتكل أعلام القائلين من علماء مدرسة أهل البيت قالوا أن هذه الروايات لا تدل ماذا؟ لا تدل على التحريف، هذه مو تامة، هذه هاي سندها فيها أشكال، هاي مضمونها فيها أشكال، هذا بحث آخر. مقصودي أنه حتى في تلك الروايات مو توجد رواية وروايتين وعشرة في ظاهرها تحريف القرآن، حتى يقال إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا أن الكليني فعل ذلك؟